مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالشأن التربوي. والحدث هو انطلاق الاختبارات التطبيقية لمواد الإعلامية لكل الشعب الخاصة بالبكالوريا، والبداية اليوم بشعبة علوم الإعلامية. وقد أكد وزير التربية لدى إشرافه على توزيع الاختبارات جاهزية الفنيين والخبراء لتأمين هذه العملية، مشيرا إلى أن الاستعدادات للامتحانات الوطنية شارفت على الانتهاء وسيرها سيكون عاديا. إليكم تصريح وزير التربية في الموضوع. الفنيين والخبراء يتابعون عملية تمرير هذا الامتحان، وإن شاء الله تصبح البكالوريا بهذه الطريقة بعيدا على الورق. أكثر من 13 مليون ورقة نطبعها كل عام في البكالوريا، أكثر من مليون كيلومتر يتم قطعه كل عام، أكثر من 200 ألف مساهم ومتدخل في العمل هذا اليومي، كل شيء مراقب، ما ثماش حتى فرضية لانفلات أو لربما تسرب بعض المعطيات. نواصل مع الشأن التربوي. وعملا على محاربة ظاهرة المخدرات في الوسط المدرسي، تم تركيز أول نواة لخلايا الإنصات المتعلقة بمكافحة الإدمان، تم تركيزها مؤخرا بولاية القيروان بحضور مجموعة من الأساتذة وعدد من ممثلي الجمعيات وبالتنسيق مع وزارة التربية. وقد تم بالمناسبة تنظيم ندوة توعوية في هذا الشأن بدار الشباب بحجب العيون. في إطار مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تفشت في الوسط المدرسي، تم تركيز أولى نواة خلايا الإنصات داخل المؤسسات التربوية بحاجب العيون من ولاية القيروان، وذلك ضمن شراكة بين وزارة التربية وجمعية اجتهاد وجمعية المتطوعون التونسيون. العمل هذا يقوم على تركيز خلايا الانصات داخل مؤسسه التربيه للاستماع الى مشاغل التلامذه، وخاصه في موضوع الادمان على المخدرات، ونعرف المواضيع الهامه جدا واللي تشغل سواء كان بال الاسره التربويه او ايضا بال الاولياء. هكا علاش العمل هذا ياتي في صلب اجتهادنا في الاحاطه بالتلامذه وامكانيه حمايتهم. نعرف ان الحمايه دائما من المخاطر تكون بالوقايه، اولا ان شاء الله ما نوصلوش مرحله يعني البحث عن اسباب للشفاء من هذه الظاهره. عندنا اتفاقيه مع وزارة التربية عملناها 2022، من ضمن البرامج المذكورة في الاتفاقية هي مكافحة الإدمان والمخدرات بالوسط المدرسي. ركزنا عليه الموضوع هذا، وهو أول موضوع مشروع باش نخدموا عليه من ضمن المشاريع الأخرين. احنا بالفعل اليوم تصدمنا كما تصدموا زاد بقية الأولياء وبقيت هنا المسؤولين. أول حاجة في نسبة التعاطي، اثنين في أنواع التعاطي، وكذلك في كيفية التعرف على المدمن. أكيد لهنا دعوة لجميع المؤسسات والمنظمات أنه هو معناها لدعم خلايا الأنصات هذه في كل ولاية الجمهورية. وفي هذا الإطار تم تنظيم أيام تكوينية لمديري المعاهد الثانوية بالجهة في بادرة تهدف إلى تشريك الإطار التربوي في خلايا الإنصات للتلاميذ وتوجيههم وحمايتهم من خطر الإدمان على هذه الآفة. كيفاش نحن كخلية بعنت الأشخاص مثلا كيفاش نعرفوا المدمن، وكيفاش دورنا بعنتها في أنه بعنت نلقاو مع بعضنا الحلول لتفادي هذه الآفة. في حاجب العيون ما عنيش مكان نتاع ترفيه، عندنا دار الشباب اما مش فما ترفيه، اما مش الكل، معناها ترفيه رياضي اكثر. لازمنا الكلنا نتصدىوا مع بعضنا للظاهره هذه، ما لازمش وليداتنا يخرجوا من يدينا. نحبوا الاولياء يولوا يراقبوا صغارهم باش معنا ما تصيرش الحكايات هذه كل. وتاتي هذه المبادره تحت شعار حياتي اجمل بلا مخدرات، وسيتم تعميمها على باقي المؤسسات التربوية في كامل ولايات الجمهورية بداية من السنة الدراسية القادمة. إشكال المخابز يطفو على السطح من جديد، وقد أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاحة أن ندرة الخبز في عدد من الولايات تم تداركها خلال العطلة الأسبوعية، وهو ناتج وفقها عن اضطراب في عملية التزويد بالقمح الصلب، ما أدى إلى الضغط على القمح اللين المخصص لإعداد الخبز، وأدى من ذلك إلى اضطراب في تزويد عدد من الولايات بالخبز، مؤكدة أن مادة الفرينة متوفرة ولا يوجد أي إشكال حاليا. القمح اللين اللي نعمل به الخبز متوفر
فهمت به خمحة صلب ثم شوية اضطراب صار فيه خلى الضغط يتم على القمح معناها على الفارينة اللي نعملوا بها الخبز وخطر السميد معناها نقص شوية دونك اللي مستانس يعمل خبز الطابونة ويستهلك السميد ويعمل البان سبيسيو معناها فك المخابز غير المصنفة دونك معناها وقع اضطراب صغير نورمال ما يرجع كل شيء هو تم التدارك في الويكاند لكن في الويكاند ثم مخابز اللي هي الراحة الأسبوعية متاحة معناها تزامن مع التزويد بالقمح الصلب والقمح القمح اللين موجود باش تبدا الامور واضحه مع الـ مع الـ مع الـ معناها العطله الاسبوعيه احنا بالنسبه للمخاوف احنا قاعدين نستوردوا تو في القمح المنتوج كما تعرفوا الفلاحي السنة بالنسبه للقمح الصلب ما العبد الكل تعرفوا وزاره الفلاحه عطات الارقام اللي تقديرات الانتاج مش تكون معناها اقل برشا من السنه الفارطه دونك المعاملين على التوريد والوزاره الفلاحه قائمه بدورها وقاعده تورد الاسبوع الفارط ظهر لي وقتها تسكر الكياس في منطقه من مناطق تسكر الكياس قالوا خاطر الكوشه مسكره وما ثماش خبز جينا نشوفوا نلقاو اللي الكوشه مسكر على خاطر الخدامه ما جاوش على خاطر متعاركوا مع بعض المواطنين. نواصل مع الخبز وقد افتتحت إحدى ضيعات الزيتون البيولوجية في المنطقة الفلاحية بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس الدورة السابعة للمهرجان العالمي للخبز الذي تنظمه جمعية نكهة بلادي والذي يتواصل إلى غاية 27 من مايو الجاري بالشراكة مع جمعية أساتذة النكهة وخبراء الطهي. أما اختتام فعالية المهرجان فسيكون بجزيرة جربة. تقف هذه السنابل ملأة شاهدة على الإنسان في رحلة بحثه عن الخبز. هنا قمح أو نعمة أو خبز وكلها دلالات على السعادة والأمن والحياة، وهي أيضا قصة تجعلنا نفكر في طرق أخرى للتعامل مع الخبز في ظل أزمات اقتصادية عالمية متتالية. نثمنوا التراث ونرجعوا لأجدادنا، ما كانش قد ما خبز تتلوح. أجدادنا كانوا كيحبوا يعبروا على إنسان سعيد يقول لك خبز ومخبوز وزيتوا في الكوز. علاش؟ خاطر كان الزيت والخبز هما قيمة الحياة وعلامة لتواجد الإنسان في خير ونعمة. اليوم كنقولوا القليد في جربة ولا في قرقنة راهم البحارة كانوا يحتفظوا بالخبز 20 يوم وما يفسدش وأكثر من 20 يوم طول ما هما في البحر. احنا حاولنا في كل جهة أن قدموا الخبز متاحة ومعاه الأكل التراثي اللي تجم يترافق مع الخبز هذية. كما تو اليوم في صفاقس عنا خبز العيد معها الشرمولة والحوت المالح، عنا الجرادق اللي نعملوهم ياما بالدهن شكشوكة اللي بالقديد وإلا بالمريقة الصفاقسية متاعنا. في ولايات أخرى معناها عندهم أنواع متاع خبز معناها خاصين بأكلات معينة. المهرجان العالمي للخبز في دورته السابعة يقدم الزيت الصفاقسي والخبز معا كقيمة غذائية وثقافية وحضارية. تعيدنا لنفس السؤال، كيف نثمن كل هذا الموروث؟ سعيد بوجودي في تونس ولدي معرفة جيدة بتراثها. أسعى من خلال المشاركه في هذا المهرجان إلى المساهمة في إبراز قيمة الخبز وكيفية تثمينه، وسنعمل كذلك على تقديم أنواع الخبز حسب مميزاتها. تونس أول دولة مصدرة لزيت الزيتون البيولوجي، أول دولة منتجة لزيت الزيتون البيولوجي، وبالتالي احنا يلزمنا نمشي في التمشي هذا للتعريف به أكثر وناخذ بلاصة في العالم من مع بقية الدول اللي هي مزاحمة لنا. وزارة السياحة في إطار ترويج للسياحة البديلة خلقت هذوم المشارك السياحية اللي نقولوا احنا طريق الطهي، وصفاقس خذات زوز برامج هو الخبز زيت الزيتون والقرنيط. اليوم احنا في زيت الزيتون وكنعرفوا زيت الزيتون وفما زاد الأكلة التقليدية الصفاقسية القمح والشعير. ما يلزمناش نتخلاو عليه بالكل 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 مهما كانت الظروف، لانه على الاقل اللي عنده طرف ماء يسقي فيه يلزم يخلي مساحه صغيره باش ياكل هو غذاء القمح والشعير وغذاء زاد الاغنام ولا الماشيه اللي عنده الكل. إنه الوقت الحاضر بتقلباته الاقتصادية والاجتماعية يعيدنا إلى ذلك الزمن الآخر حين كان أجدادنا يزرعون الأرض قمحا وحياة، أما جداتنا فكن خبيرات في العولة والادخار
ونشر الأهازيج في كل موسم حصاد أو فرح. وندعوكم الآن مشاهدين إلى جولة في عالم الثقافة الغذائية في الجريد التونسي بكل ما يختزنه من عادات وتقاليد وخصوصيات غذائية تجعله مميز، وذلك ضمن التظاهرة بعنوان جولة الطهي احتضنتها دار بن عزوز في نسختها الثالثة. احتضن فضاء دار بن عزوز بالمدينة العربي بتوزر النسخة الثالثة لتظاهرة نسخة الطهي تحت شعار إحاءات الجريد، وهي تظاهرة ثقافية تحملنا في رحلة عبر عبق الماضي بين ورشات حية للصناعات التقليدية ومسابقات في فن المطبخ الجريدي. أربع أنواع متاع خبز اخترناهم من الجريد بصفة عامة، المطبقة والرقاق والخسخاس وخبز الطاجين. نرجع الذاكرة شوية كيفاش كنا قبل جدودنا وجداتنا يصنعوا الخبز بأنواعه في الدار. زادة هو هذا موروث غذائي وثقافي ماذا بينا نحافظوا عليه. لا معروف عند الناس الكل، الفلفل الجريد والأنواع الفلافل الكل، الملحي والأنواع تعتزد الكل. ومن بعد تالي العجينة معروفة، نعملوا سميد وفارينة نعجنوها، أما عجينة يلزم عجينة واحدة واحدة تتعجن تاع المطبقة، مش تتعجن باش تجي وخلوها ترتاح شوي. ثم شكون واحد يحب الشحم، هذيك تاع الجريد يقول لك يا من طبقت الجريد يا بالشحم يا لا. هي معروفه في الجريد، نطيبوا فيه حتى يوميا، احنا نعملوا فيه لمحاله، ما عادتش الناس قلت نحبوه الحق ناكلوا فيه. ديما وجبه يبدا في الجمعه تبدا موجوده وجبه منها. اي مره في الجمعه. قد تميزت هذه التظاهره بالحضور المتنوع للمراه الجريديه، ومثلت فرصه للكشف عن قدراتهن وابداعهن في شتى المجالات. جبنا منسج قديم عمره 120 سنه لوح كيما منسج بكري، وجبنا نساء باش يوريونا كيفاش نقرطشوا الصوف ونغزلوا الصوف وننسجوا الصوف، باش حتى صغارنا كي يشوفوا الزربيه يفهموا منين جات هك الزربيه، ويشوفوا ويقدروا هك المجهود الكبير وكل الصنعه اللي في السويبع. نساء في السقيفه نقولوا احنا تويزه احنا نقولوا 54 ساعه شي وحده تقردش وحده تغزلوا وينسجوا المنسج ويتكون يتنحوي واللي كما قلت يا برنوس يا جبه يا بشكير يا اي حاجه يتلمتها وما عادش. كما تضمن البرنامج معرضا للحرفيات وعرضا للازياء تابعه ضيوف من توزر وسياح اجانب. العنايه بالبشره هي بالاساس كلها 85% من مستخرجات التمر، يعني حاجه جديده للسوق وطبيعيه 100%. انا مبلج جديد من النخله خرجناه، هذا اللي هو هذا بالسعف من النخله، فيه كل شيء طبيعي. تعمل في حليب بقري، صنعت منه ريغوتا الياغورت الدياري، الموتزاريلا العربي، الراي بالطبيعه، جبنه بوك، غوتا لايت، والكنافه اللي دخلتها سناء. تظاهرت جولات الطهي برنامج يعمل على تثمين المنتوج التراثي والثقافي وابراز خصوصيه هذه المناطق الداخليه عبر التعريف بمخزونها الغذائي والحرفي، وتهدف اساسا الى تعزيز قدرات النساء الحرفيات من اجل تكوين منتوج سياحي متفرد. في موضوع آخر، رصدت الهياكل الصحية بولاية باجة ارتفاعا في عدد المصابين بالحمى المالطية أو الحمى القلعية، وتحديدا في معتمدية بسبورسق، وذلك نتيجة لانتشار العدوى وانتقالها من الحيوان إلى الإنسان. الإدارة الجهوية للصحة تؤكد أن المصابين بصدد تلقي العلاج وهم بصحة جيدة. التفاصيل في الروبرتاج التالي. على إثر رصد الهياكل الصحية بولاية باجة لارتفاع في حالات الإصابة بالحمى المالطية بمعتمدية تبرزق لتبلغ 12 حالة بعد ظهور 5 حالات معزولة بإحدى الضيعات بالمنطقة خلال شهر مارس الفارط نتيجة سوء تعامل مع بقايا إحدى الأبقار، وهو ما نتج عنه انتقال العدوى من الحيوان للإنسان وظهور الأعراض، مما تطلب التدخل العاجل وتمكين المصابين من العلاج المجاني المتوفر بالمؤسسات الصحية بالجهة لمدة 6 أسابيع. تم للناس الكل رأي الحالات هذوما توا تحت المراقبة، بريسكو كلهم كملوا الدواء نتاعهم وحالتهم معناتها مستقرة، وإحنا كصحة وكإدارة جهوية بطبيعة الحال قاعدين نراقبوا في العملية هذه. المدير الجهوي للصحة بباجة أكد على تماثل معظم المصابين إلى الشفاء، داعيا الجميع وخاصة الفلاحين إلى ملازمة الحذر في التعامل مع الحيوانات المصابة والإبلاغ عن هذه الحالات، وفي صورة ظهور
ظهور الأعراض المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والتعرق والصداع وفقدان الشهية عند الإنسان، الإسراع بترقي العلاج واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار العدوى، مؤكدا أن الحمى المالتية لا تشكل خطرا على حياة الإنسان. نزيد نوصيه لخيان الفلاحة واللي هم يعرفوا الحكاية هذه بالكدا، وأن في صورة ما وقع فما الحد هذه متاع الأبقار اللي ما تضعش العجول متاعها، يزم يلبسوا ديما القفازات كذلك باش يتعاملوا مع المحيط اللي وقع فيها العملية هذه، ويلزم كذلك يحطوا شاش. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والسيد البحري بباجة من جانبه حث الفلاحين على إعلام الطبيب البيطري في صورة ظهور حالات إصابة واتباع بروتوكولات صحية بسيطة من شأنها حماية الإنسان من انتقال العدوى، مؤكدا عدم رصد أي حالة جديدة في الفترة الحالية. نبهوا مربينا إلى أنه التبليغ على كل حالة، لأنه الحالات هذه تظهر على الحيوان نوع من السخانة الغير عادية، فتصيب بتبيع وتمثل وقت تمس الإنسان تظهر السخانة هذه بسرعة. فموجودين اليوم وزارة الصحة على الذمة، لدارات الصحة الأساسية موجودة على الذمة. حسن التعامل مع بقايا الحيوانات عند الولادة واتباع البروتوكولات الصحية المعروفة في هذه الحالات والإسراع بالإبلاغ عن حالات الإصابة بالحمى المالتية وتنظيم المحيط وتعقيمه هي من الأولويات للحد من انتقال البكتيريا المتسببة للمرض من الحيوان للإنسان. في شأن الثقافي، نسلط الضوء على مهرجان الإبداعات التلمذية بولاية الكاف، وهو تتويج لمشهد ثقافي من إنتاج أبناء وبنات النوادي الثقافية بالجهة على امتداد سنة كاملة، يندرج ضمن توجه اختارته وزارة التربية لإعطاء نفس جديد لإبداعات الشباب ضمن النوادي الثقافية التي خف إشعاعها طيلة السنوات الأخيرة. مثلت هذه التظاهرة التي احتضنتها مدينة تجروين مناسبة لتتويج عمل النوادي الثقافية بالمؤسسات التربوية بولاية الكافة. نشاط هذا هو أثناء العام برمجات وزارة التربية في جميع الولايات وتقريبا في جميع المعتمديات. نحن في ولاية الكافة برمجنا أثناء مهرجان يمتد على نهارين في معتمدية تجروين، هو تتويج لأنشطة ثقافية وأنشطة النوادي اللي دامت على امتداد سنة دراسية كاملة. وقدم المشاركون عددا من الإبداعات في عدة مجالات كالمسرح والموسيقى والفن التشكيلي، إضافة إلى بعض الإبداعات في مجال الأدب والبراعات اليدوية. نحن اليوم ياسر فرحانين بالتظاهرة هذه، عندنا برشا أيامات قعدنا نحضروا في التظاهرة هذه كلها وتعبنا برشا، ونحن فرحانين اليوم كون التظاهرة هذه خرجت لكم للناس كيفك. هي أحسن تظاهرة عملناها، عجبتنا برشا، نتفرهدوا بها على وزيد قادمين على دفورات والكل، نتفرهدوا بها نبدلوا الجو مش نرجعوا اون فورم. نحن التلامذة قبل ابتداء الفروض التأليفية للثلاثي الثالث يعني يعطيها فسحة من المرح، فسحة من الانفتاح على الجمعيات الموجودة، من الانفتاح على المؤسسات التربوية المجاورة. كما انتظمت ورشات تكوينية وتحسيسية حول الموسيقى والفنون وأهميتها في حماية التلميذ من بعض المخاطر وفي صقل المواهب والإبداعات. التظاهرة خذت منها برشا وقت، تعبنا فيها برشا، مجهودتنا الكل عطيناها للتظاهرة هذه، مش عبد عطتنا ثقتها كيف البروفيت تاعنا كيف المدير متاع المعهد، شكر كبير ليه بالطبيعة. الأكيد أنه شفتوا حتى تلامذة آخرين من معاهد أخرى وشفتوا حتى التجارب متاعهم هكا ولا أي التجارب متاعهم كانت مدهشة محلها على الأخر، وزاد جو شاركوا معنا يعطيهم الصحة زيادة. مهرجان الإبداعات التلمذية بولاية الكافة مناسبة لتكريم النوادي الثقافية صلب المؤسسات التربوية وتمكين تلاميذ الجهة من مجال للترفيه قبيل انطلاق امتحانات آخر السنة الدراسية. من الإبداع الثقافي إلى الإبداع الرياضي، وفريق مولودية بوسالم لكرة الطائرة يكتب التاريخ ويحقق الانتصار مساء الأحد ويرفع بطولة أفريقيا للأندية البطلة لأول مرة في تاريخه عقب فوزه في النهائي في قاعة إقليبيا على الزمالك المصري بنتيجة 3 أشواط لشوطين. خطت مولودية بوسالم اسمها بحروف من ذهب في أول مشاركة قارية لها في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بعد فوزها على الزمالك المصري، تتويج هو الأول في تاريخ الجمعية الذي أدخل الفرحة في قلوب التونسيين وخاصة أهالي بوسالم. بوسالم كتبت
في التاريخ بحروف من ذهب. أول مرة نربحوا في الكوب دافريك والحمد لله هزيناها بوسالم برجيلها والحمد لله يا ربي. أبو سالم ربحت بذريحة إن شاء الله مربوحة إن شاء الله ديما كيف. بصراحة مش تعب عام كامل فقط، هو تعب 8 سنين بالتمام والكمال من 2015 المولدية صعد للقسم الوطني إيه. قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة، خدمة جبارة. توجناها سنة بكأس الجامعة وكمان خدمنا وتوجنا بكأس أفريقيا للأندية البطلة. خدمة كبيرة قاعدة تخدم الرئيس الجمعية من اللاعبين من الهيئة من الإطار الفني، وهنا نشوف الأكل نتاعها بطولة أفريقيا للأندية البطلة. وقد عادت مولدية بوسالم من بعيد في الدور النهائي بعد أن كانت متأخرة بشوطين ضد الزمالك المصري أحد عمالقة هذه اللعبة في إفريقيا لتتوج بالبطولة الإفريقية وتترشح لكأس العالم للأندية الذي سيجرى موفى هذا العام بالهند. بطولة العالم الأندية في الهند هذا شرف أول حاجة المولدية بوسالم، ثانيا هو تكليف كبير باش نحافظ على راية تونس ونرفعها كما يجب في محفل دولي اللي هو بطولة العالم. ويعد هذا اللقب القاري تتويجا لمسيرة أكثر من 8 سنوات سعت فيها مولدية بوسالم إلى أن تكون في الصفوف الأولى في رياضة الكرة الطائرة. ختام هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.